الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. كشفت مصادر مالية عن هبوط عنيف للدينار العراقي مقابل الدولار في الأسواق الموازية، وبحسب موقع investing.com المالي هبط الدينار العراقي مقابل الدولار رغم سقوط مؤشر الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته 102 عقب صدور بيانات التضخم الأمريكي وتباطؤها بشكل ملحوظ، ووصلت أسعار الدولار في العراق مقابل العملة المحلية إلى 1610 دنانير لكل 100 أو لكل دولار أمريكي، فيما تستقر في السوق الرسمية عند 1450 دينارا لكل دولار. وبذلك عدت الفجوة الدولارية بين السعر الرسمي والموازي أكثر من 11% حتى الآن. ارتفعت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد وفي أسواق أربيل مع استمرار ارتفاع سعر الدولار في الأسواق المحلية. وقال مصدر مالي إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سعر بيع للمثقال واحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي وصلت إلى 432 ألف دينار، وسعر الشراء وصل إلى 428 ألف دينار، فيما كانت الأسعار 425 ألف دينار للمثقال الواحد. وأشار مصدر مالي إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعا أيضا عند 400,000 دينار، وبلغ سعر الشراء 398 ألفا. قال الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات الإماراتية إنها تنتظر رد الجهات الرقابية في السعودية للبت في عرض شراء حصة حاكمة من شركة موبايلي في السعودية. وقدمت الشركة التي تعرف باتصالات عرضا في شهر آذار من العام الماضي لشراء 22% من أسهم الشركة السعودية بسعر 47 ريالا للسهم الواحد في صفقة تقدر قيمتها بنحو 8 مليارات ريال. وتمتلك الشركة الإماراتية حاليا نحو 28% من أسهم موبايلي، ما يعني أنها تسعى لشراء ما نسبته 22% إضافية من أسهم الشركة السعودية ليصل إجمالي ملكيتها إلى 50%. قالت الخطوط الجوية السعودية إنها بصدد إصدار تذكرة تسمح للمسافرين على رحلاتها بدخول المملكة لمدة 4 أيام دون تأشيرة وتتيح لهم أداء العمرة. وقال المتحدث باسم الشركة عبد الله شهراني إن الشركة ستعلن قريبا عن الخدمة التي تحمل اسم تذكرتك تأشيرة، حيث تمكن الخدمة الجديدة المسافرين على متن رحلاتها من دخول السعودية لمدة 96 ساعة، ويستطيع من خلالها التجول في مناطق المملكة وأداء العمرة. ولم يشر شهراني إلى موعد إطلاق خدمة إصدار التأشيرة، لكنه قال إنها ستكون اختيارية وستستخرج في غضون دقائق دون الحاجة إلى موافقة وزارة الخارجية كما هو متبع مع بعض البلدان. أما الآن فننتقل إلى أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وإلى أسعار المعادن.
نهاية الموجز إلى اللقاء.